بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير نحييكم أجمل تحية في هذه الأمسية هذه الأمسية الرائعة في هذا اللقاء لهجن أصحاب السمو والشيوخ حيث نسير بحضراتكم في مساء هذه الليلة مع أشواطنا سبعة أشواط بالنسبة لهذه الفئة العمرية التي تنطلق في هذه اللحظه مع اول الاشواط نرحب بالجميع في انطلاقه المساء وفي هذه الانطلاقه الاولى ثمانيه كيلومترات ستكون حاضره باذن الله تعالى في اول تحديات هذا المساء نبدا البدايه ونذهب مباشره الى المركز الاول حيث تتقدم شواهين بشعار هجن سيح السلم بينما في عمليه التضمير مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتقدم ويصر على الاصرار وعلى الفوز والناموس بينما ابو محمد ياتي على هنا البدايه الاولى المركز الثاني ننتقل الى افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وبقياده طارش بن مبارك بالقوبع ياتي حتى المركز الثاني النقله الى المركز الثالث شوف هنا في المركز الثالث هذه منذره لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف المياد ضمره علي بن سعيد الوهيبي احتل المركز الثالث المركز الرابع وصلت مخيفة تعود مكتب اسمه شيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عملية التضمير لدى محمد بن عبدالله بن ياعد وهو يقدم هذا الاسم وهذا العنوان هذه العاصمة العاصمة بينما في المركز الخامس أفراح أيضا اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوب يضمر طارش بن مبارك بالقوبع أنتقل للمركز السادس في هذه اللحظات الشاينية بشعار العاصفة وهجنها يضمرها ويتابعها نضمر غياث الهلالي المركز السابع نتابع كذلك الشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم هذه اللي وصلت سمحة يضمرها محمد بن سعيد بن حلوه في المركز السابع مشاهدينا الاعزاء المركز الثامن وصول من شعار هجن البشاير حيث تتقدم في هذه اللحظات شوب او شوب لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى يضم سالم بن خلفان بن الغبلي المركز التاسع العاصفه وهجنها الى المركز التاسع مع غياث الهلالي ايضا المركز العاشر هذه اللي وصلت واحتلت المركز العاشر الشاهنيه الهجن العاصفه هذه الاسماء اللي حضرت مشاهدين الكرام حتى هذه اللحظات وهي تقود هذا المسار تقود هذا الانطلاق بكل قوه وبكل اداء ممتع وجميل ما شاء الله على قائمه الشوط على قائمه التحدي الاول ولكن عوده الى الصراع عوده الى افراح مسيطره متقدمه بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل يضمرها ويتابعها المضمر طارش بن مبارك بالقوبع لا زال يحضر في هذا الشوط وفي منافسه الشوط العاصمه تحتل المركز الثاني العاصمه لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان يضمرها المضمر محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري محتلا المركز الثاني متقدم في هذه المشاركه نحو انتصار ونحو ناموس المركز الثالث وصلت مندرة وصلت منذرة بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف ال نهيان ويضمرها علي بن سعيد الوهيبي الآن يحتل المركز الثاني، المركز الرابع ننتقل إلى العاصفة، هذه الشاهينية لجنة العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي مع سن الثنايا تنتقل للمركز الرابع، المركز الخامس وصوله من قبل شهب لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى يتقدم من خلال هذه اللحظات ابو احمد مع وجود المضمر سالم بن خلفان بالشاوي إلى الان انتقل للمركز الخامس المركز السادس وصلت الشاهينيه ليجني سيح السلم بينما في التضمير هناك مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي والعاصفه حاضره، العاصفه حاضره في المركز السابع هجن العاصفه مع المضمر غياث الهلالي، المركز الثامن افراح افراح في المركز الثامن لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوب، المضمر طارش بن مبارك بالقوبع، المركز التاسع والعاشر هجن العاصفه في هذا اللقاء في هذا الاستمتاع البهيج والمميز ما شاء الله هناك غيات الهلالي في المتابعة هذه الأسماء في هذا النداء في هذه المشاركة ما شاء الله نشاهد هذه الأسماء تسير نحو العلا تسير نحو الهدف تسير نحو الانطلاق والتوافق دائما في المشاركة القوية العملاقة عود للتواصل من جديد وأعود من مرة أخرى إلى المقدمة مع مصورنا والبداية ما شاء الله الله شاهينية غيرت إلى موقعة الصدارة في المركز الأول هجن العاصفة بينما في تضميرها غياث الهلالي يسيطر يتقدم ويبدع ويمتع حتى اللحظة ناظر المتابعين مع هذه الأسماء لكن شهب تحتل المركز الثاني شهب شهب لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وهناك في التضمير سالم بخلفان بشاوي الغفلي ياتي على المركز الثاني منذ واصله في المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال الهيان يضمر علي بن سعيد الوهيبي احتلت المركز الثالث، المركز الرابع وصلت العاصمة وهجنه، هذه الشاهديه الهجنه العاصمة مع المضمر غياث الهلالي تتقدم نحو المركز الرابع، المركز الخامس العاصمه لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان يضمرها محمد بن عبد الله. من يعد الحميري نحو المركز الخامس بينما افراح تحت المركز السادس افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوب وياتي في عمليه التضمير طارش بن مبارك بالقوبع هذه المجموعة الأولى المجموعة اللي تعتبر الحديدية في ملتقى أول أشواط المساء أول أشواط اللقاء أول أشواط التنافسي والصفاء ما شاء الله شو البداية والعودة إلى الصراع العودة إلى الصراع ما شاء الله تبارك الله في هذا اللقاء وهذا التحدي والتنافس من خلال هذه اللحظة عودة إلى العاصفة وهجرها مع البداية الشهيرية هجر العاصفة غيرت إلى الصدارة مع المضمر غياث الهلالي هنا في هذه اللحظات يتفرد بالمقدمة لكن هناك شب هناك مجموعة تعتبر يعني ست مراكز أولى في موقع واحد موقع حدث وموقع تنافسي أصلي. شهب شهب تحت المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا يحتل المركز الثاني يضم شهب سالم خلفان بشاوي الغظلي المركز الثالث وصلت العاصمه وصلت العاصمه لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان قادم من ميدان التراث مع مضمرها محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري وكذلك الوصول من افراح الوصول من افراح هذه هذه اللي تشرح الصدر ما شاء الله شوف هذه افراح لسمو الشيخ مكتوب بن محمد بن راشد المكتوب يضمرها طارش بن مبارك بالقوبعلان على المركز الرابع المركز المركز الخامس العاصفه تقدم الشاهينيه بقياده غياث الهلالي وكذلك المركز السادس هناك منذره لسمو الشيخ محمد بن خليه بن سيف نهيان يضمرها ويتابعها المضمر علي بن سعيد الوهيبي هذه النتيجه اللي اللي انحصرت حتى اللحظه بين هذه الاسماء المشاركه في قمه القمم في قمه القمم وفي ملتقى الهمم عوده الى البدايه ما شاء الله سيطره واضحه على المركز الاول من هجن العاصفه والسيطره كما نشاهدها الان على المقدمه الصراع مع الشاهينيه هناك القياده بقياده غياث الهلالي لكن يعني الاجواء تبشر بالخير دائما والنواميس والمنافسه القويه حتى خط النهايه المركز الثاني شب لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى يضمرها سالم من خلفان بشاوي الاغفلي وكذلك حضور من شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم هذه هي افراح هذه افراح مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع مشاركات يعني قويه في كل شوط يشارك ويسجل عنوان ويسجل منافسه قويه أبو بطي نتمنى له التوفيق نتمنى له التوفيق دائما في كل المشاركات المركز الرابع العاصمه حاضره لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ليان يضمرها احد المضمرين الشباب محمد بن عبد الله بن ياعد والمركز الخامس الشاهينيه للعاصفه وهجنه بدات تنضم كذلك للتنافس والتحدي مع غياث الهلالي البوش قادمان الابكار واصلات اللي اللي وصلن في هذه اللحظه يعني خلاص بدا يشكل علامه الخطر في هذا اللقاء علامه الخطر انذار اول مبدا لمستوى هذا الشوط عود عوده الى الشاهديه هجن العاصمه مسيطره كل السيطره على المقدمه والمركز الاول مع غياث الهلالي بينما شوف المركز الثاني هذه شهب تحت المركز الثاني سمو الشيخ راشد بن سعود المعلم يضمنها سالم بخلفان بالشاوي الغضلي وكذلك افراح افراح اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم 1200 وصلناها قريب منها قريب 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 افراح اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده طارش بن مبارك القوبع 1200 على خط النهاية حرك يا محرك حرك الله هجن العاصفة قادمة ثلاثة المركز الثاني كذلك المركز الثالث هجن العاصفة بثلاثية مع غياث الهلالي المركز الخامس العاصمة والمركز السادس شاهينية هجن العاصفة هذه النتيجة المراكز المتقدمة أيها المشاهد العزيز أيها المتابع الكريم عودة إلى الصراع بثلاثية على المقدمة ثلاثية عاصفية في مستوى ومراقبة هذا الشوط الله لا زالت المقدمة تحذو حذو الرقم واحد ولكن الشاهينية الأخرى بدلت الشاهينية الأخرى بدلت إلى المقدمة وموقع الصدارة الشاهينية الهجر العاصفة غيرت المركز الأول من تحمل الرقم فور تنتزع المركز الاول في المباشر هنا في هذه اللحظات الى الصراع الى الصراع الى النزاع ما شاء الله ثلاثيه عاصفيه ثلاثيه عاصفيه يقودها غياث الهلالي في ملتقى هذا الشوط مع هجن العاصفه مع هجن العاصفه ما شاء الله اداء جميل اداء مميز واستثنائي بلا شك في انطلاقه هذا الشوط في منافسه هذا اللقاء هذه اللي امامكم الشاهينيه صمدت وذهبت من ناموس الانتصار إلى مالك هذا الشعار تهانينا والناموس كذلك تهانينا للمضمر غيوث الهلالي هذه الشاهينية والشاهينية هجن العاصفة عادت الرقم واحد عادت الشاهينية إلى الموقع الصحيح إلى المكان المناسب إلى المكان المناسب لتنتزع الناموس تهانينا لهجن العاصفة بثلاثية بثلاثية هنا في هذا الملتقى المركز الأول الثاني والثالث لهجن العاصفة تهانينا والناموس بينما المركز الرابع العاصمة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النيان والمركز الخامس الشاهنية لهجن العاصفة هكذا كانت النتيجة لمراكزنا المتقدمة مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس